السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسن العمري من دي كومبيس دي ريزون انفورماتيك اي تولي كومونيكاسيون. اذا ان شاء الله اليوم في هذه الحلقة هذه غادي نديرو واحد لو تي بي كي كونسيغ لو بروتوكول دو روتاج اللي هو دو تيب ستاتيك. اذا تبغي نشكركم بزاف على لي جيم ديالكم وعلى الموتيفاسيون ديالكم، شرف ليا و سا مي في ان غون بليزيغ. الوغ كيف ما درنا كيما شفتوا المره الاخرى حطيت واحد لو كور على لو روتا ستاتي. اذا ان شاء الله اليوم في هذه الحلقه هذه غادي نتطرقوا على لا كونفيغوراسيون ديال روتا ستاتي ولكن مع لي بي فيرسون 4. ان شاء الله غادي ندير واحد فيديو ان بروشان فيديو سكي كونسيغ لو روتا ستاتي ولكن مع لا كونفيغوراسيون اي بي في 6 اللي غادي يكون ان شاء الله يكون ان شاء الله اول خطره تجدر ديال الكونفيغوراسيون ديال اي بي في 6. بالنسبه الفرق ما بين كونفيغوراسيون اي بي في 4 و اي بي في 6 ما كاينش شي فرق كبير، كاين الفرق في لا سانتاكس وكاين سميتو في لي زادريس، لي زادريس اي بي، لي زادريس اي بي ديال فيرسيون 6 ماشي ديال اي بي فيرسيون 4 بطبيعه الحال. اذا ما نطولش عليكم، اذا هذه هي الشيما اللي غادي نخدموا عليها باش غادي نديروا لا كونفيغوراسيون ديال بروتوكول دو روتاج ستاتيك. اذا انا باش ما نطولش عليكم، اذا شنو هو الهدف من هذا البروتوكول دو روتاج اللي هو اون جينيرال؟ دابا حنا غادي نخدموا على بروتوكول دو روتاج ستاتي. فوالا انت مثلا سيادنا عندك واحد الشيما يا دي تي دير الكونفيغوراسيون اي بي وكل لي انترفاس سون اكتيفي، دير لا باس خير كونفيغوري لي بي سي. فوالا المشكل اللي عندك سي كو انت هذا الريزو هذا انت ملي تبغي دوز البينغ، مثلا انا بغيت دوز البينغ من هذا البي سي هذا لهذا البي سي هذا، تيقول لك ان البينغ فيلد، يعني فيلد كوا، يعني سافو دير كوا، يعني فيلد ان البينغ ما تيدوزش. شنو هو السبب؟ هو السبب ماشي انك راك انت خاطب لي زادريس اي بي ساشون انت راك داير لي زادريس اي بي صحاح وكل شيء وما عندكش ان كونفلي في لو ريزو، هو سي كو انت ما مديفينيش في لي روتور واحد روتاج ستاتيك، واحد بروتوكول دو روتاج اللي هو حنا اللي غادي نهضروا عليه روتاج ستاتيك. انا فوالا سا في دير كوا، يعني كيفاش هاد البروتوكول دو روتاج؟ اول حاجه انت هاد البروتوكول دو روتاج انت باش غادي تكومونيكا لك هاد السيت، يعني الهدف منه اولا هو انك تكومونيكا هاد لي سيت اونتر او، مثلا عندك هاد الروتور 1 وهاد الروتور 2 وهاد الروتور 3 ياك مزيان، واخا هاد الروتور مثلا ما تيتكومونيكاش مع هذا ولا هذا ما تيتكومونيكاش مع هذا ولا هذا ما تيتكومونيكاش على، لان شنو هو المشكل؟ انك انت ما دارش ان بروتوكول دو روتاج. اولا هنايا كيفاش خصنا نعرف بغينا نعرفوا في هاد لا فيديو هادي ديالنا اليوم هو كيفاش غادي نديروا واحد لا كونيكسيون ما بين هاد لو سيت وهاد السيت اترافير لو بروتوكول دو روتاج. اذا اول حاجه انت خاصك ديرها في الروتور باش سميتو باش غادي دير لا كونيكسيون ما بين هاد لي سيت وهاد لي سيت هادو، هو انك مثلا ندخل لبال هاد الروتور 1 باغ اكزومبل، ندخل لهاد الروتور 1 بحال هكا وندير مثلا شاو اي بي روت، شاو اي بي روت، فوالا شاو اي بي روت. شنو معنيش شاو اي بي روت؟ هي واحد لا كوموند كي بيرمي دافيشي لا تابل لغوتاج ديال واحد الروتور. كما تشوفوا ان الروتور عنده جوج ديال لي روت، كاين هاد السي هادي فيهم السي، يعني صافي السي اللي هما سون ديريكتومون كونيكتي. فوالا اذا عندك الريزو 192.1.0 وعندك الريزو 192.168.10.0. اوكي سوبر. اذا كما تشوفوا هنايا عندنا لو روتور عنده جوج ديال لي زانترفاس، هاد لي زانترفاس هادو سي سون ديريكتومون كونيكتي، هو 192.168.10.0 عند 192.1.0. اذا الا بغيت كومونيكا من هذا مع الروتور هذا مع هذا الروتور هذا ديال هذا الريزو هذا راه ما غاديش يقدر. علاش؟ لان لا طابل دو فوتاج ديالو ما تتعرفش هاد لي ريزو الاخرين، هاد لي ريزو هاد الثلاثه اللي باقيين. فوالا اذا ان شاء الله الهدف من هذه الحلقه هذه هو اننا غادي نديروا واحد لو بروتوكول دو روتاج ستاتيك. بالنسبه للكونفيغوراسيون هنايا اختاريت 3 غودو كما تشوفوا، درت هنايا ليزون سيري، درت 192.168.10.0، هنا عطيتها 20.0، هنا في هذا لو ريزو لوكال عطيتها 1.0، هنا عطيتها 2.0، هنا 3.0 كما تشوفوا. اذا انايا باش انا تعمدت باش ناخذ هاد لي زادريس اي بي، يعني باش تشوفوا لا ديفيرونس. نقدر ناخذ اون سول ادريس اي بي وندير نقسم لو ريزو ديالي على شكل دي سو ريزو وبقى خدام، ولكن انا ما بغيتش ندير هذيك الخدمه لان سميتو انا بغيت نبين لكم
شوفوا هنا، شوفوا يعني ديروا لا ديفيرونس ما بين، ديروا لا ديفيرونس ما بين يعني ما بين لي زادريس، يعني شوفوا لا ديفيرونس ما بين لي زادريس يعني، وباش انتوما تفهموا ان شاء الله سميتو لوبجيكتيف من هاد لو كور ديالنا اللي هو عباره عن تي بي. اذا بالنسبه للغوطاج ستاتيك كاين بزاف ديال لي مالير باش تكونفيغور ان غوطاج ستاتيك، ماشي بزاف ولكن غنقولوا ثلاثه، ثلاثه اللي هما مثلا اللي هما شي سون تري امبورطون سون اوتيل d'utilisation. Voilà, alors première chose, vous un accès configuré maintenant une route par défaut. Ça veut dire quoi une route par défaut? C'est que tu as le routeur à l'adresse, une route par défaut, c'est que tu as la syntaxe de là, c'est la syntaxe de là. ديال الغوطه ستاتيك هي اي بي روت. اذا انت الهدف ملي تدير اون روت بار ديفو تدير 0.0.0.0 وتعطيها بويس كون تشال ادريس ريزون تعطيها 0.0.0. اذا تشال ماسكرا هو 0.0 ابري تعطيها ليكزيست انترفاس، لانترفاس دو سورتي منين غيخرج هذا الريزو هذا. فوالا هذيك هي لا سانتاكس. اذا شنو هو ثاني تيب دو كونفيغوراسيون روتا ستاتيك؟ روتا ستاتيك ستاندار، يعني ستاندار سافير كو ستاندار، يعني انك تمشي تشار روتور شي تعطيك اي بي روت وتدخل طابل دو روتاج شاك ريزو. يعني مثلا عندك هذا الروتور هذا، اذا بما انه هو عنده جوج هادو كونيكتي، اذا عنده هادو جوج ديولو ديريكتومون كونيكتي، اذا انا خصني نزيد له هذا الريزو هذا وهذا الريزو هذا وهذا الريزو هذا. اذا نفس الخاصيه هي اي بي روت تعطيه لادريس ريزو وتعطيه لو ماسك وتعطيه لادريس اي بي ديال اكزيست انترفاس، هي اكزيست انترفاس. ابخي كاين اون روت ريكابيتولاتيف. سادير كوا اون روت ريكابيتولاتيف؟ شاسون عندك انت هاد الروتور هذا، هاد الروتور هذا مثلا كونيكتي مع جو سي با كورك، عنده خصك انت تدخل في طابل الغوطاج ديالو 18 مثلا ولا 20 غوت. فوالا 18 ولا 20 غوت، انا نعطيكم باغ اكزومبل، حنا ما عندناش في هذه الحاله هذه. اذا انت عندك 18 ولا 20 ريزو خصك تدخل عليها اللي هي سو فورم دي روت. فوالا اذا انت بلاص ما تدخل ديك 18 ولا 20، انت غتشد هذوك لي زاتريس كاملين اللي عندك ودي دير لهم سميتو لا كونفرساسيون بينير، لان ادي لهم لا كونفرساسيون بينير. ابخي غادي تشوفوا في الفيشي، الى رجعتوا للفيشي غتشوفوا الطريقه، لان ما بغيتش انا نطول الفيديو باش الى جا نشرح الطريقه راه غادي تاخذ لي بزاف ديال الوقت، انا خصني الفيديو نشرح الحوايج اللي هما تري امبورطون. اذا تاخذ واحد هذيك تشد هذيك 18 ريزو وتدير الكونفرساسيون بينير، يعني وتبدا تقارن من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. اذا وتبدا تحصل عاوتاني على واحد لو ماسك، وتحصل عاوتاني على واحد فوالا واحد لو ماسك كوريسبوندون لهذيك لادريس انطلاقا من لا لونغور دو بريفيكس. فوالا وتتحطها بلاص انت ما تقد دخل 18 ريزو، غادي تدخل اون سول ادريس مع واحد لو ماسك مع واحد لانترفاس دو سورتي. اذا هو هذا. اذا ان شاء الله اليوم غادي نبداو بروتاج، غادي نديرو جوج انواع، انا روتاج ستاتيك بار ديفون، نديرو روتاج ستاتيك ديال ستاندار اللي هما ندخلو. اذا نبداو على بارك شي لا، هذا هو الروتور ديالي ار ان. فوالا اذا هنايا غادي نجيو ندخل الكونفتي. فوالا اذا شنو قلنا اول كومون نديرو؟ حنا عندنا جوج ديال لي ريزو هنا في طابل، عندنا جوج ديال لي ريزو في طابل دو روتاج، يعني واحد زيرو وعشرة زيرو. اذا فوالا ها واحد زيرو وعشرة زيرو. اذا شنو خصنا نأجوتيو؟ حنا غنأجوتي انا هادي وهادي وهادي. اذا نبداو باللي قريب، لان بروتوكول دو روتاج راه ضروري من. اذا لا سانتاكس ديال هادي شنديرو؟ اي بي روت. فوالا اي بي روت، فوالا قلو معايا هي اي بي روت. اذا نبداو بهاد لو ريزو الاولاني، اذا 192 192.168.2.0. اذا عندنا سلاش 24، يعني سلاش 24 شنو هو لو ماسك كي كوريسبون؟ الوغ لو ماسك كي كوريسبون دون تو سامبلومون 255.255.255.0. ابخي عندنا ليكزيت انترفاس، هاد الروتور هذا ار ان عنده اون سول انترفاس اللي هي شاشة بالاكزيت انترفاس اللي هي هادي. يعني سو دير كوا؟ يعني هذا الريزو، هذا الروتور هذا اللي ديال هذا الريزو هذا، الا بغيت كونيكتا مع 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 هاد هاد الريزوات كاملين انايا، اذا راه غيدوز من اترافي هاد الانترفاس فوالا، يدخل من انطلاقا من هاد الانترفاس هاد. اذا
بالنسبه لادريس اي بي ديال حد لانتيريس هادي، اذا شوف هنا اي 00، اذا حنايا السريال 000، اذا هي اشترى بوان جوج، اذا هي اشترى بوان جوج. اذا غادي نعاود نرجع سميتو لهادي، وغادي ندير 192.168.10.2. فوالا، اذا عطيت انا اي بيرود، قلت له راه هو هذا الريزو هذا كي كوريسبوندون سميتو من هذا الريزو هذا، راه عليك زيت الانترفاس ديالو، الانترفاس سورسي ديالو هي هذه، اذا اللي هي 192.168.10.2. لان هذا الريزو هذا الا بغيت كونيكتا مع لي زوتر ريزو كيما شفتو هنايا، اذا راه خصو يدوز من هذا الانترفاس هذه، اللي هي نقولوا له حنا اكزيت انترفاس. فوالا، غيدوز من هذا الانترفاس هذه باش يكومونيكا مع ريزو، هذا الريزو هذا وهذا الريزو هذا وهذا الريزو هذا. اذا دابا حنا درنا الادريس الاولاني، دابا اذا نديرو لا غوت الثانيه، اذا لا غوت الثانيه، اذا ما نعاودش انا نطابي لا كوموند، تندير فلاش او، اذا فلاش او فوالا. اذا شنو هو الريزو الثاني ديالي؟ اذا الريزو الثاني ديالي هو هذا اللي هو 20.0. اذا ما غادي ندير انايا 20 هنايا، اذا لو ماسك، لانه بويسكو دو سا هو بويسكو سلاش 24 اللي هو يكون لو ماسك تو سامبلومون 255.255.255.0. اذا بالنسبه للانترفاس سورسي تتبقى هي هي، لان الروتر الا بغى يدوز هذوك لي ريزو واحد اخر غيدوز من هذا الانترفاس اللي تعتبر انترفاس سورسي، و تنديروا ليها الادريس اي بي ديالها اللي هي 192.168.10.2. اذا بريك على اونتري، اذا فوالا انا زدت لا روت الثانيه. دابا شنو بقى ليا؟ نزيد لا غوت الثالثه، لا غوت الثالثه باش يتكومونيكا ليا هاد لو غوتور هذا نعمل مع هاد الريزو هذا. دابا هاد الروتور هذا راه هو بكومونيكي تكومونيكي ليا مع هذا، لان هذا وهذا سي سون ديريكتومون كونيكتي، راه دابا راه تعرف هاد الريزو هذا وتعرف هاد الريزو هذا، اذا بقى له هاد الريزو هذا. اذا هاد الريزو هذا غادي نزيدو حتى هو، اذا كوم سا كوم سا كوم سا، هوب هوب شو ديزولي. هنا بوغ هاد لو ماشين هدا، اذا نديرو 192.168.3.0. اذا لو ماسك شناهو هو؟ كيف العادة 255.255.255.0، و الانترفاس سورتيك اللي هي تتبقى لاميم الاخوان. علاش؟ لان الا بغيت تكومونيكا مع الاخرين راه يدوز من هاد الانترفاس هاد، لان انت هو غادي يبغي يدوز من هنا، اذا غاتسيفنو انت هاد البينغ من هنايا يبغي يدوز للاخرين، اذا ها هو داز من هنا، اذا هادي تتعتبر هاد الانترفاس سورتي من هنا غادي يدوز باش غادخل للريزو كامل، يعني باش يبقى غادي و تيبدا يدوز. اذا 192.168.10.2. فوالا، اذا دابا حنا زدنا ثلاثه ديال دابا ثلاثه ديال لي غوت. اذا دابا الى رجعنا وبغينا نشوف افيشيو لا طاب دو غوتاج، الى بغينا افيشيو لا طاب دو غوتاج، اذا شنو غادي نلقاو؟ كان شحال عندنا؟ جوج من قبل كان عندنا 192.168.1.0، وكان عندنا 192.168.10.0. اذا دابا حنايا كان عندنا من قبل جوج، اذا جوج وزدنا عليهم ثلاثه يوليو خمسه. اذا شوفوا واش بالضبط ولات عندنا خمسه، هذا الاي بي روت نو باردون شاو اي بي روت شاو اي بي روت. اذا فوالا، نشوف واش بصح هاد الهضره اللي تيقولنا هاد السيد هذا واش ولات خمسه، ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه ها خمسه. واخا نجيو لهنايا، ها هما لي غوت ستاتيك حنا لي زدنا. اذا واش حنا بالضبط حنا زدنا هادي؟ حنا زدنا فيا 192.168.10.2 ديال هاد الانترفاسات. اذا واش حنا زدنا هادي؟ فوالا زدناها، اذا هادي زدنا. اذا حنا لوسكو اون اجوت واحد اون غوت ستاتيك راه تتاجوت لنا في لا طابل دو غوتاج و تترمز ليها بهاد اس هادي، لان مانيش ستاتيك. اذا حنايا الا بغينا نقدر نكون اونجستريو لا كونفيكوراسيون، اذا كوبي راني، اذا كوبي راني، انا اونجستري لا كونفيكوراسيون اونكور فين في ستار شاب كونفيك في لو انفيرام، فوالا نخليوها نعطيها وكذا. اذا ندخل عاوتاني لهنايا لا ميم شوز، الوغ غنديرو سيدي انيبل، اذا كونفتي فوالا، غنديرو افون ما ندير كونفتي نديرو واحد افيشو لا طاب دو غوتاج شنو فيها. الوغ شاو
بيروت. فوالا الو، مشاو بيروت فيها 3 ديال لي غوت. انا نشرح لكم 3 ديال غوت. الو 3 ديال غوت سون ديريكتومون كونيكتي، يعني 3 ديال الرزوات لي سون ديريكتومون كونيكتي. اذا ديريكتومون كونيكتي عندها 198 10 0، ونشوفوا واش بصح ان 198 10 0. اذا 198 10 0 راه هو ان از ديري كونيكت لي سيريا 0 0، راه هو نيس كونيكت انا بسيريا 0 0. نشوفوا الثانيه 192.168 20.0، نشوفوا واش بالضبط عندنا 198.168 0. اذا 192.168.20.0 24 نيس از ديريكتلي كونيكتد سيريال 001. اوكي سوبر. اذا شنو هي اللي بقات لنا؟ ان هذه وش هذه حتى هي كاينه 198.168 0. شوفوا واش كاينه، كاينه سيدنا 198.168 10 0 جوج 0 باردون، راه هي كونيكتي بالفاست انترنت 00. واخا سوبر. دابا عندنا هاد الريزو هذا وهذا الريزو هذا وهذا الريزو هذا كاينين في لاطاب دو غوداج. اذا حنا شنو غادي نديرو الاخوان؟ اذا باش غادي يمكن لي نكونيكتا مع هاد السيت هذا ديال هاد الريزو لوكال وهاد الريزو لوكال، راه خصني ناجوتيهم ياك. ولكن الى كنت غنجوت انا هادي هادي، اذا اذا شنو غتكون الانترفاس سورشي؟ اذا هاي دوز منها من هنايا. اذا اول انترفاس يتلقى بها اللي تعتبرنا انترفاس سورشي اللي هي 192.168.10. نشوفو شنو هي الادريس اي بي ديالها باش ما نغلطوش. اذا هي 10.1 فوالا. اذا 192.168.1.0 تقول ديرو حنا لا كوموند ديال اي بي روت 192.168.1.0. لو ماسك هو 255.255.255.0، ولا انترفاس سورتي مما انه هاد ار 2 هذا يتكونيكتا مع هادو السيت هذا. اذا هي تكون 192.168.10.1. اور الى بغينا نتكونيكتا مع هاد لو ريزو هذا، اذا نفس الشيء غادي يكون هو 192 الى اي بي روت. سانتاكس نشوف السانتاكس ديالنا اي بي روت 192.168.3.0 ياك. اذا الى بغينا حنا ندوزو لهاد سميتو لهاد لهذا الريزو هذا، اذا غندوزو اترافي هذا الانترفاس اللي تعتبر اكزيت انترفاس، اللي هي غادي تكون 192. نشوفو لادريس اي بي ديالها 20.2، اذا 192.168.20.2. فوالا. اذا ندخلو بحال هكا وغادي نديرو سميتو كونفتي فوالا، وغادي نديرو اي بي روت فوالا اي بي روت. اذا اجوتيو الروت الاولانيه اللي هي 192.168.1.0، نديرو لو ماسك كي كوغسبون لادريس هادي 255.255.255.0. اذا ولانترفاس سورتي اللي قلنا بما انه هو الى بغا يدوز لنا من هاد الريزو لهاد الريزو، راه يدوز اترافي هاد الانترفاس هادي اللي هي غتكون 192.168.10.1. فوالا. اذا مزيان، حنا دابا اجوتينا هادي فوالا. اذا شنو هي الحاجه الثانيه اجوتها؟ اجوتو هادي 192.168.3.0. اذا نديرو اي بي روت 192.168.3.0 راه 255.255.255.0. وشنو هي لادريس كي كوريسبون اللي تعتبر انترفاس سورشي؟ اللي هي هادي 192. شوفوا معايا هنايا، اذا انا ديجا عارفه هي 192.168 اذا .20. الا بغيتي نتاكدوا منها نتاكدوا منها باش ما يضرنكش، باش ما يضرنيش انا راسي. يلاه اذا هي 20.2 اخوتي، يلاه هي 20.2 فوالا. هما جوج ديال لي غوت ستاتيك وحده اخرين ربحناهم. اذا دابا ما فيها بس غادي نعاودو نرجعو نشوفو الشو هايبر روت. فوالا شو هايبر روت. اذا فوالا، اذا حنا زدنا جوج ديال لي غوت ستاتيك، عندنا 192.168.10، وديجا حنا عندنا كانوا ثلاثه ديال لي روت سون ديريكتومون كونيكتي، وزدنا جوج ديال لي غوت ستاتيك. اذا راه هي 192.168.10. اذا فوالا ويدوز اترافيغ هاد الانترفاس هادي في 192.168.10.1، والاخر غادي يدوز لنا اترافيغ 192.168.3.0، ويدوز لنا خرجنا يخرج فيا الانترفاس سورشي اللي هي هادي اللي هي 20.2. اذا فوالا، الى نعاود نونجستريو لا كونفيكوراسيون لو ويتشو يا سيدنا فوالا اكزيت هكا صافي خرج.
دابا شنو غادي نديرو في هاد الروتور ار 3؟ دابا الروتور ار 3 راه نفس الخدمه ديال هادي، نفس الخدمه، راه نفس الخدمه ديال ار اه، راه نفس الخدمه، راه ما كاينش الفرق. انايا ما نديرش ما نديرش ما نديرش انا ما نديرش داكشي كاملا. اعوذ بالله ما نقولش كلمه انا. الو انيبل كونفيتيك فوالا. الو انا غندير اون غوت بار ديفو، يعني باش تعرفوا شنو هو الدور ديال اون غوت بار ديفو. يعني غوت بار ديفو انت ما تبقاش تحمق راسك، نقول لك باللغه الدارجه المغربيه ما تبقاش تحمق راسك، اي تدير واحد لا روت بار ديفو وتتخلى خدامه في كل شيء فوالا. اذا شنو هي لا سانتاكس ديالي؟ هي اي بي روت فوالا 0.0.0.0. وشنو هي لو ماسك ديالها؟ هي 0.0.0.0. وشنو هو لا يكون الانترفاس سورسي؟ راه قلنا شنو قلنا في هاد الروتور ار، باش غيدوز لنا هاد لي غوزو كامل غيدوز اترافيغ الانترفاسات. دابا غيكون العكس، دابا ار 3 الا بغا يدوز لنا هاد لي ريزوات كامل غيدوز من هاد الانترفاس هادي، اللي هي غادي تكون شنو هي 192 بوان 168 بوان 20 بوان 1. إذا أنا شكون 192.168.20، قلنا شنو قلنا بوان ان، سمحوا لينا يعطيك 20 20 بوان ان 20 بوان ان فوالا. نديرها تاني ان كوبي راني بغينا نأجستري الكونفيكراسيون تاني ستارت كونفيك فوالا، وندير ان لعب ندير سيدي الشاو اي بي روت فوالا. اذا شي ديزول بعدا ما كناش افيشن هذا بالضغوطات الاولانيه. دابا انا نشرح لكم هذا بالضغوطات الار 3. اذا في ار 3 عندنا جوج ديال لي غوت سون ديريكتومون كونيكت، عندنا جوج ديال الريزروات لي ديريكتومون كونيكتي. عندنا الاولاني اللي هو 3.0 اللي هو بالفاست انترنت 00، وعندنا الثاني اللي هو 20.0 اللي هو هذا فيا سيريال 00. واخا حنا شنو زدنا؟ زدنا ان غوت ستاتيك بار ديفو. اذا ان روت ستاتيك بار ديفو راه ماشي بحال الاخرى. روت ستاتيك بار ديفو حنا روت ستاتيك ستاندر تيترمز لها باس، ولكن روت ستاتيك بار ديفو راه تيعطيها شنو تيعطيها اس ايطوال. اذا اس ايطوال تيعطيها 0000 0، يعني لادريس ريزو هي 0. اذا بويس كل ادريس كامل 0 هو تيكون تالو ماسك نورمال بو 0. اذا عطاها فيا كوا via 192.168.20.1. اذا فوالا احنا دابا درنا كلشي كيف ما يكون. دابا بقى لنا حاجه وحنا حين تيستيو واش هاد هادشي اللي درنا مزيان ولا هادشي اللي تيدير هاد السيد هذا في هاد الفيديو راه تيخربق. فوالا اذا نشوفو بحال هكا. اذا على فكره اخوكم راه يا شعبي انا عزيز عليه شويه ضحك مع الدراري وكلشي. اذا نشوفو من هنا لهنا اوب فيلد فوالا. اذا بويسكو سميتو او اختار ندوز لو بينغ سا نورمالمون غادي يعطيك واحد 25% ليس او ثاني فوالا. اذا ندوز دابا البينغ من هنا لهنا نعاود ثاني اوب هاي ساكسيفول فوالا. دابا ندوز البينغ من هنا هنا هاي ساكسيفول اسيدي. عاوتاني ندوز البيك حنا كنا دوزناه في الاول من في البدايه ديال لو فيديو، بدينا في ديبي الفيديو بدينا دوزنا من هنا لهنا. شوف واش غيدوز لنا من هنا لهنا. هي ساكسيفال. اذا فوالا لو بينغ سا مارش. ولا بغيت تدوز عاوتاني بينغ من هنا لهنا لهنا الروتور شقاتك على الروتور انت. هي ساكسيفال نعاودو اسيادنا. هي انت الروتور اش كامل شي بينغيو كلشي مزيان، الريزو خدام وهداك كلشي مزيان. اذا فوالا احنا درنا دابا في هذه الحلقه ديال روتا ستاتيك بي بي فيرس 4. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون عجبكم لا فيديو، و لا عجبتكم الحلقه بوكو با بارطاجيوها مع صحابكم وريهم اوسي لو جروب. و جيم راهي تساوي لنا واحد موتيفاسيون وتساوي لنا غون بليزير كيما شنقولوا بليز ديفو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى من صميم القلب تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه. نشوفكم في الحلقه الجايه سكي كونس لي كونفيكاسيون ديال غوتا ستاش اي بي فيرسيون 6. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.